تأمين صحي بخدمات رعاية صحية للجميع هو ما تسعى دولة قطر إلى تطبيقه، وتنفيذاً لأحكام القانون رقم 22 لسنة 2021 بشأن تنظيم خدمات الرعاية الصحية داخل دولة قطر، الذي ينص على إلزامية تغطية الزائرين بنظام التأمين الصحي. أعلنت وزارة الصحة العامة عن بدء تطبيق المرحلة الأولى من نظام التأمين الصحي في دولة قطر، وقد نوهت الوزارة بأنه سيتم تنفيذ التأمين الصحي على مراحل لضمان سلاسة التطبيق، حيث من المقرر تطبيقه على جميع الزائرين للدولة اعتباراً من الأول من فبراير 2023. وأعدت الوزارة الآليات اللازمة لتطبيق المرحلة الأولى الخاصة بالتأمين على الزائرين للدولة، حيث يتم تغطية الزائرين بوثيقة التأمين الصحي الصادرة من شركات التأمين الصحي المسجلة لدى وزارة الصحة العامة، والتي تغطي خدمات الرعاية الصحية الأساسية المتمثلة في خدمات الطوارئ والحوادث فقط. ويبلغ قسط وثيقة التأمين الإلزامية للتأشيرة المفردة لمدة 30 يوماً 50 ريالاً قطرياً عند الإصدار الأولي، وفي كل مرة يتم فيها تمديد سمة الزيارة. يمكن للزائر الحصول على وثيقة تأمين صحي تغطي خدمات إضافية. ولفتت الوزارة إلى أنه يمكن للزائر اختيار إحدى شركات التأمين المسجلة من خلال روابط الشركات المتوفرة في الموقع الإلكتروني لوزارة الصحة العامة عند طلب إصدار تأشيرة دخول لدولة قطر أو تمديد تأشيرة زيارته. وتعتبر وثيقة التأمين الصحي الخاصة بالزائرين من متطلبات الحصول على التأشيرة. وأوضحت الوزارة أنه بالنسبة للزائرين الذين يحملون تأميناً صحياً دولياً، يجب أن يكون التأمين مشتملاً على دولة قطر وسارياً خلال فترة وجودهم في الدولة وصادراً من إحدى شركات التأمين في قائمة شركات التأمين الدولية المعتمدة بدولة قطر. نظام التأمين الصحي يهدف إلى دعم التطوير والتنظيم المستمرين لقطاع الرعاية الصحية في الدولة، وتحسين صحة السكان ووصولهم لخدمات الرعاية الصحية الأساسية من خلال نظام رعاية صحية فعال ومستدام وتنظيم الإنفاق على الرعاية الصحية. سفينة جنان دشنت عهداً جديداً من البحث العلمي باستقطاب علماء من قطر ومن بعض الدول العالمية ليضيفوا رصيداً جديداً من الأبحاث والدراسات المتعلقة بالمياه القطرية أو المياه الإقليمية لدول الخليج العربي وثروتها الطبيعية. كما وضعت السفينة كل إمكانياتها ومختبراتها المتطورة لتدريب الطلبة وعلماء المستقبل، مما يعد مصدر فخر واعتزاز لقطر ولشعبها، وهو الحلم الذي تحقق بالنسبة للباحثين القطريين المتخصصين في مجال العلوم البحرية لما تحتويه من أجهزة ومعدات ومختبرات بحثية حديثة ومتقدمة في مجالات علوم البحار والمحيطات. كما عززت التعاون البحثي مع دول الخليج العربي والمناطق المجاورة مثل بحر العرب والبحر الأحمر. تتميز السفينة بالقدرة على الإبحار دون توقف لمسافة تزيد على 4500 كيلومتر، بالإضافة إلى القدرة على السير باستخدام نظام الطاقة الكهربائية دون الاعتماد على المحركات الرئيسية. وتحتوي السفينة على نظام لتحلية مياه البحر لإنتاج 10,000 لتر خلال 24 ساعة، ونظام معالجة بيولوجي للصرف الصحي متوائم مع البيئة، والقدرة على إنتاج نصف طن يومياً من الثلج المقشور. كما تتميز السفينة بوجود منصات قادرة على سحب أنواع مختلفة من شباك الصيد وجمع عينات العوالق أو الماء من أعماق مختلفة، بالإضافة إلى القدرة على إجراء بحوث على الخصائص الفيزيائية والكيميائية والبيولوجية بما تمتلكه من معدات وأجهزة متخصصة، إلى جانب القدرات الأخرى مثل حمل معدات لدراسة الغلاف الجوي والمناخ والتلوث الهوائي وأجهزة الاستشعار البيئية الأخرى.
أعلنت جامعة حمد بن خليفة عن استضافتها النسخة التاسعة من الدورة الرياضية لجامعات ومؤسسات التعليم العالي في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، المزمع عقدها خلال الفترة من 4 وحتى 10 من فبراير 2023. دورة ستجمع بين الطلاب للتنافس في 6 ألعاب رياضية هي كرة القدم على الملاعب العشبية، الكرة الطائرة، تنس الطاولة، البادل، ألعاب القوى والسباحة. تأتي أهمية الدورة كثاني أبرز حدث رياضي على مستوى دول المجلس، وذلك بمشاركة أكثر من 20 جامعة ومؤسسة تعليمية، وتقام جميع الألعاب على الملاعب والمرافق الرياضية في المدينة التعليمية وعلى ملاعب مؤسسة أسباير زون. شعار البطولة يرمز إلى التعاون بين دول المجلس، ويحتوي على رقم الدورة ومضمار للجري. تهدف هذه الدورة إلى خلق فرصة لمختلف جهات ومؤسسات الدولة لعقد شراكات، بجانب توفير خدمات الرعاية لإقامة نسخة مميزة من الدورة، كما تعد فرصة لتنمية قدرات الطلاب ومهاراتهم ونموهم الشخصي، وتعزيز التعاون والمنافسة الصحية بين الطلاب، كما تسهم في بناء علاقات أوثق على المستوى المؤسسي، وتتيح كذلك فرصة الاستفادة من أحد أشكال الدبلوماسية الرياضية، وكذلك تحقيق التنمية الاجتماعية بالمنطقة. إن إقامة الأنشطة والفعاليات الطلابية المختلفة هو تأكيد على تفعيل العمل المشترك في أجواء استثنائية تؤكد اللحمة والوحدة بين أبناء الوطن الخليجي. تعزيز أشكال التنوع الثقافي للجاليات العربية والآسيوية في دولة قطر، وإتاحة الفرصة لكل جالية للتعبير عن فنونها وتراثها وعاداتها وتقاليدها هي من أهم أهداف بيت سليطي الذي تشرف عليه وزارة الثقافة ويديره مركز شؤون الموسيقى. تأسس بيت السليطي في أواخر القرن 19، وتم استكمال بنائه من الدولة، وتحول بعدها إلى مركز ثقافي تقام فيه الحفلات والندوات والمحاضرات والكثير من العمل الشعبي والتقليدي، إضافة إلى فعاليات التعبير الثقافي للجاليات والفعاليات المجتمعية والتي تعبر فيها كل جالية عن موروثها الثقافي وفنون الموسيقى والغناء والأداء وثقافة الطعام والملابس الخاصة بها. وبمناسبة اختيار مدينة نواكشوط عاصمة الثقافة في العالم الإسلامي للعام 2023، استضاف بيت السليطي فعالية ثقافية شملت ندوة حوارية وإلقاء قصائد شعرية، بالإضافة إلى معرض فني ألقى الضوء على ما يتمتع به الشعر من مكانة في نواكشوط، علاوة على ما وصل إليه تطور الفنون فيها. حرصت هيئة تنظيم الاتصالات على دعم جهود الدولة والمساهمة بحسب صلاحيتها في إنجاح بطولة كأس العالم في قطر 2022، واعتمدت على أحدث النظم والتقنيات لمراقبة الطيف الترددي، ونشرت فرقاً فنية متخصصة خلال جميع المباريات مزودة بأحدث الأنظمة للمساعدة في التحقق من مصدر التدخل الراديوي. وقد بلغ متوسط حجم المكالمات الصوتية التي أجريت خلال بطولة كأس العالم فيفا قطر 2022 حوالي 43 مليون دقيقة يومياً، وبمعدل نجاح وصل إلى 99.8%. وقد حدثت هيئة تنظيم الاتصالات القطرية إجراءات التسجيل للحصول على شريحة هاتف جوال مسبقة الدفع بالتعاون مع شركتي الاتصالات أريد قطر وفودافون قطر، وذلك لضمان تحسين تجربة مستهلكي خدمات الاتصالات المتنقلة مع الحفاظ على المتطلبات التنظيمية. وتم تسجيل حوالي 665,500 شريحة هاتف جوال باتباع هذه الإجراءات، وبالاعتماد على بطاقة هيا التي استخدمت كوثيقة تعريفية لمقدم الطلب. الهيئة خصصت لشركتي الاتصال ما يقارب من 3 ملايين رقم هاتف جوال وحوالي 40,000 رقم هاتف ثابت ليتم استخدامها من قبل زوار ومنظمي البطولة.
وقد وصل متوسط استهلاك البيانات اليومي خلال بطولة كأس العالم إلى 2828 تيرابايت بمتوسط سرعة تنزيل، وصلت على شبكة الجيل الخامس إلى 276 ميجا بايت في الثانية، وبمتوسط سرعة تحميل وصلت إلى 15 ميجا بايت في الثانية. الهيئة خصصت ما يزيد عن 3700 تردد لجميع الأطراف، منها نطاق تردد حصري لنظام الاستماع المساعد ليتمكن ذوي الاحتياجات الخاصة من الاستمتاع بأجواء المباريات من داخل جميع ملاعب كأس العالم، بجانب ترددات أخرى خصصت لتكنولوجيا كرة القدم والابتكار لعبت دورا حاسما في إدارة المباريات وتحليل مجرياتها. دولة قطر تمتلك بنية تحتية للاتصالات عالية المستوى ممثلة بشبكة ألياف ضوئية تغطي حوالي 100% من المنازل، وشبكات اتصال متنقلة وصلت فيها نسبة التغطية السكانية لتكنولوجيا الجيل الرابع إلى ما يقارب 100%، ونسبة تغطية سكانية لشبكة الجيل الخامس إلى ما يقارب 96%. وقد حرصت هيئة تنظيم الاتصالات على مر السنين على ضمان تطوير البنية التحتية للاتصالات بشبكاتها المتنقلة والثابتة على أعلى المستويات، وذلك لضمان حصول المستهلكين في دولة قطر على خدمات اتصالات متقدمة وذات جودة عالية. اليوم حتى 24 من يناير من العام المقبل يمكن للزوار من حاملي بطاقة هيا الدخول إلى دولة قطر وفق مجموعة ضوابط، وهي إثبات حجز فندقي مؤكد أو إثبات استضافة الأهل والأصدقاء صادر من منصة هيا، وأن لا تقل صلاحية جواز السفر الزائر عند الوصول إلى قطر عن 3 أشهر، والحصول على تأمين صحي خلال فترة البقاء، وامتلاك الحاملين تذكرة سفر ذهاباً وعودة. وتعتبر بطاقة هيا مميزة لحاملها، إذ تتيح لهم خدمة هيا معي التقديم لثلاث من أفراد العائلة والأصدقاء لزيارة الدولة، واستخدام البوابات الإلكترونية والدخول إلى البلاد والخروج منها لسفرات متعددة. وباتت هيا رمزاً للترحيب والضيافة القطرية بتقديمها تسهيلات للراغبين في زيارة الدولة والاستمتاع بما توفره من خيارات متنوعة، إضافة إلى الالتقاء بالأحبة والأصدقاء على أرضها. سعياً إلى تكريم المترجمين وتقدير دورهم في تمتين أواصر الصداقة والتعاون بين أمم العالم وشعوبه، جاءت جائزة الشيخ حمد للترجمة والتفاهم الدولي. وقد وضع لها من الأهداف تأصيل ثقافة المعرفة والحوار ونشر الثقافة العربية والإسلامية، علاوة على تنمية التفاهم الدولي وتشجيع الإبداع. تكمن أهمية الجائزة كونها تعكس مسيرة المعرفة الإنسانية، فضلاً على تعزيزها لجهود المترجمين الذين يترجمون من اللغة العربية وإليها، كما أنها أحاطت بكثير من المشاريع الترجمية التي كانت تنتظر الدعم والتشجيع لتستمر في إنتاجها. جائزة الشيخ حمد للترجمة والتفاهم الدولي أصبحت عنواناً من عناوين الفكر والثقافة وجسر عبور لمختلف الثقافات، كما أن الجائزة ومنذ انطلاقتها حرصت على استيعاب جميع لغات العالم. التعليم هو أحد أهم حقوق الإنسان لكونه ضرورة فردية تساعد في بناء المجتمع، ولأن الفرد المتعلم يمكنه بناء مجتمع قوي ومستدام. هذه رؤية دولة قطر القائمة على ضرورة توفير تعليم ذو جودة عالية لكل أبنائها. وقد تأسس التعليم النظامي في دولة قطر في العام 1952، وتسارعت بعده وتيرة التطور التعليمي في البلاد، وقد بذلت دولة قطر خلال العقدين الماضيين جهوداً كبيرة لإصلاح النظام التعليمي القطري، حيث اعتمدت العديد من الإصلاحات التعليمية والتي ارتكزت على تطوير المناهج والمؤسسات التعليمية واستقطاب العديد من الجامعات العالمية المنضوية تحت مظلة مؤسسة قطر. ولم تكتفي قطر بهذا الإنجاز المحلي على مستوى التعليم، بل أطلقت مبادرات عديدة من أجل ضمان التعليم عالمياً،
وبرزت مبادرات مؤسسة التعليم فوق الجميع من خلال توفير فرص تعليمية للأطفال والشباب والنساء في المجتمعات المهمشة وفقاً لرؤيتها الرامية إلى استخدام التعليم لمكافحة الفقر وتعزيز السلام وتقديم الدعم من خلال برنامج المناصرة الشبابي، إضافة إلى سد الفجوة بين التعليم المتاح والمجتمعات المحرومة من الحصول عليه. تستمر منافسات النسخة الثامنة من بطولة ملاعب الفرجان المرخية التي ينظمها ويشرف عليها الاتحاد القطري للرياضة للجميع تحت مظلة وزارة الرياضة والشباب، حيث أقيمت 4 مباريات ضمن الجولة الأخيرة في دور المجموعات 16، لتنطلق عقبها مباريات دور الثمانية التي ستكون بين السد ودخان وبين معهد الشرطة والمائدة وبين النصر والوعب وأخيراً بين معاذر والعداد، والتي سيسفر عنها خروج المغلوب وتأهل الفائز للنصف النهائي الذي سيقام يوم الأحد المقبل. يحرص الاتحاد القطري للرياضة للجميع على إقامة بطولة ملاعب الفرجان بشكل منتظم كل شهرين للفئات من سن 16 عاماً فما فوق، بهدف تهيئة الأجواء لممارسة لعبة كرة القدم وفتح المجال أمام اللاعبين القطريين غير المسجلين في كشوفات الاتحاد القطري لكرة القدم لممارسة هوايتهم المفضلة داخل ملاعب الفرجان المنتشرة في الأحياء. التحدي والتميز. التحدي هي السمة التي تميزنا، كل يوم تزداد خبراتنا، نتطلع لمزيد من النجاح، نبحث عن القمة، والآن نسعى للمحافظة عليها. أكاديمية الشرطة في قطر وضعت نصب أعينها منذ تأسيسها متطلبات العمل الأمني وتحقيق أعلى المعايير الأكاديمية والتدريبية كمؤسسة معتمدة ذات جودة تعليم عالية. استعداد، استعد. الدفعة الخامسة، استعدوا لرحلة التخرج التي امتدت إلى 4 أعوام. تم استغلال كل ساعة خلالها في التعلم والتدريب، فجاءت الدراسة الأكاديمية متنوعة تلبي متطلبات الكلية وتراعي احتياجات الطالب، ويقوم عليها أساتذة وخبراء متمرسون في العمل الأمني ومتميزون علمياً. فحرصت عمادة الشؤون الأكاديمية على تطوير المناهج بأفكار مستحدثة يستنير بها الطالب وتواكب تطورات العصر. بالإضافة إلى التطبيقات العملية لمحاكاة الواقع عند التخرج. أكاديمية الشرطة تحرص دائماً على مشاركة طلابها في الأحداث والفعاليات التي تنظمها الدولة، فكان لطلابها حضور مميز خلال تنظيم كأس العالم فيفا قطر 2022، ساهم في صقل مهاراتهم وبرهن على جاهزيتهم لتلبية نداء الوطن. إدارة الشؤون الإدارية والمالية سعت إلى توفير كافة الاحتياجات اللوجستية التي تضمن للأكاديمية ريادتها وتحقق لها رسالتها الأمنية الشاملة. إدارة التدريب خططت لتخريج ضباط متميزين مهنياً تلقوا كل أنواع التدريبات الرياضية والميدانية التي جعلت من ميادين التدريب العسكري شاهداً على تطور أداء الطالب وجاهزيته للعمل الميداني بكفاءة واقتدار.
الدورات التخصصية هي ما يميز الأكاديمية بين باقي الأكاديميات العسكرية، ولكل دورة تخصصية معاييرها الخاصة وأثرها على الخريجين. دورة الصاعقة. تعلم الطالب من خلالها الصبر والقدرة على التحمل في تدريبات ميدانية متواصلة، اجتاز فيها الصعاب واتخذ القرار وسارع بالاستجابة وتعامل مع مواقف عديدة بشكل بطولي وتحد وفدائية، واستحق أن ينال شرف إتمامها بكفاءة واقتدار. دورة القفز المظلي شكلت تحدياً جديداً للثقة التي يجب أن يتمتع بها خريجو الكلية، فجاءت القفزات الحرة للطلاب على ارتفاعات تجاوزت 5000 متراً، تحدياً يقيس قدرة الطالب على التعامل مع الأزمات التي قد تواجهه في مجال عمله مستقبلاً. دورة الغوص أعدتها الكلية بشكل يقيس العمق الحقيقي لقدرات خريجيها من خلال برنامج متكامل ومكثف لتأهيلهم وإكسابهم المهارات التي يحتاج إليها ميدان العمل عند التخرج. أكاديمية الشرطة القطرية، قادة وخبراء وأساتذة وطلاب أقسموا على الإخلاص لدولة قطر ولأميرها، وقطعوا على أنفسهم عهداً أن يمضوا قدماً نحو العلا بإرادة قوية، وفي قلوبهم استعداد وجاهزية لخدمة الوطن وضمان استقراره. حاجة ماسة لتطوير نماذج التعليم التقليدية لتحقيق ما نصب إليه من زيادة تأثير منظومة التعليم ومرونتها، وهذا واحد من أهم المجالات التي تركز عليه مؤسسة قطر، والتي تتحدى باستمرار الافتراضات المتعلقة بالتعليم في الفصول الدراسية، وذلك بهدف إعادة النظر في نماذج التعليم وتطويرها مع عدم التنازل عن تقديم أفضل جودة تعليم متاحة. التعليم المبتكر هو بداية التفكير الابتكاري، ولذلك يؤمن القائمون على التعليم في مؤسسة قطر بالحاجة لتطوير نهج التعليم المتبع ليلائم حاجات الطلاب، وليمكن كل طالب ليكتشف شغفه وإبداعه، وبذلك تتغير انطباعات الطلاب حول التعليم، ويتعزز بناء عالم أكثر مرونة وقدرة على الصمود، وذلك ما يسمى بالتعليم التقدمي، وهو ما تسعى إليه مؤسسة قطر من خلال منظومتها التعليمية التي تضم المدارس والجامعات والمراكز الأكاديمية. تسهم برامج مؤسسة قطر في مرحلة ما قبل الجامعة في كسر النموذج الخطي للتعليم من الروضة إلى الثانوي، من خلال تقديم مجموعة واسعة من خيارات المناهج الدراسية التي تقدم تعليماً مخصص يقوم على احتياجات الأفراد واهتماماتهم، ليكون نموذجاً فريداً للتعليم العالي والإشراك العالمي في ابتكار التعليم والتطور القائم على الدليل في طرق التدريس. يعد الأمن السيبراني من أكثر الأمور أهمية لكل مجتمع ودولة، حيث شهد التطور التكنولوجي وتطور الاتصالات ثورة في المراسلات والمعلومات والبيانات والتجارة الإلكترونية. دولة قطر نجحت بل وأخذت دور الريادة لالتزامها بالآتي: حماية خصوصية البيانات الشخصية، تنفيذ جميع القوانين واللوائح والقرارات المتعلقة بحماية البيانات الشخصية في الدولة، الشراكات والتفاهمات مع الجهات الإقليمية والدولية. دولة قطر كانت سباقة في إصدار قانون خاص لحماية خصوصية البيانات الشخصية. قطر الدولة الأولى خليجياً والثالثة عربياً في سن هذا القانون. بناء القدرات وتعزيز الابتكارات والبحث والتطوير بهذا المجال، تعزيز الوعي بأهمية حماية المعلومات الشخصية والامتثال للقانون،
عقد العديد من الورش التدريبية والدورات والمحاضرات ومشاريع أخرى سيجري تنفيذها في المستقبل القريب، جميعها ترفع مستوى الوعي بخصوصية البيانات وحمايتها.